لايف المراجعة النهائية لمباراة الأهلي وبيراميدز كاس السوبر المصري بالإمارات. لايف في كل حاجة، أي حاجة هتيجي في دماغك عن المباراة هتلاقيها معانا دلوقتي لايف. هنطول فيه شوية لأني هكلمك فيه عن كل التفاصيل، وفي آخره هجاوب على كل أسئلتكم. أي حد عايز يسأل أي سؤال عن مباراة السوبر أو خارج مباراة السوبر هنجاوب عليها. اللايف ده هجاوبك فيه على موعد المباراة، القنوات النقلة للماتش، مين معلقين المباراة، كلهم آخر الأخبار بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة لبيراميدز كمان، مقارنة بين الناديين في كل النتائج السابقة، وهو اسمه الأسيوطي وهو اسمه بيراميدز وهو اسمه أي حاجة كده. هجيب لك المقارنة من ساعة ما النادي ده أنشئ، مين فاز مين أكتر، مين سجل في مين أكتر، كل الأرقام اللي انت بتفكر فيها هتلاقيها موجودة معانا. مقارنة الباتشيكو قدام النادي الأهلي عمل إيه في ماتشاته وفي نهائياته أمام النادي الأهلي. هكلمك كمان عن وعن تشكيلة الفريقين، الأهلي هيبدأ إزاي، بيراميدز هيبدأ إزاي، أهم نقاط القوة عندهم وأهم نقاط الضعف إيه، الحاجات اللي ناخد بالنا منها، كل التفاصيل. فلايف طويل كده، ففضلي نفسك كوباية الشاي ولا كوباية القهوة وتعالالي. الناس بدأت تدخل، هيطمنا على الصوت وشيرك الجميل بقى، عايزين كل الناس ابعت كده، هات صحابك وحبايبك، كل الناس يكونوا موجودين معانا في اللايف ده. لايكات كتير شايفها على الجنب اهي، وشير على قد ما تقدر، وقول لي في الكومنتات توقعاتك لنتيجة المباراة بكرة بإذن الله بعد الماتش. كل التوقعات الصحيحة اللي كانت موجودة في اللايف ده هناخدها سكرين شوت كده وننزلها في بوست بكرة على الصفحة بإذن الله. فقول لي توقعك، شايف المباراة هتخلص كام ومين اللي هيفوز بالمباراة، عايز أشوف التوقعات. وفي آخر الفيديو هقرأ كل الكومنتات، هقرأ كل التوقعات، كل الأسئلة هنجاوب عليها. خلينا نبدأ كده واحدة واحدة ونتكلم الأول عن موعد المباراة. موعد المباراة بإذن الله هتكون بكرة الساعة 7:30 يوم الجمعة، الساعة 7:30 بتوقيت مصر إن شاء الله، موعد مناسب جدا، ميعاد حلو كده، 7:30 الماتش يخلص، 9:30 نطلع اللايف الجميل بعديه عشان نتكلم ونشوف مين كسب مين خسر. هنحتفل بإذن الله بالنادي الأهلي وبتتويجه بالسوبر، ولا بيراميدز ممكن ياخد البطولة الأولى على حساب النادي الأهلي، ربنا يسترها. مباراة صعبة جدا، مباراة بالنسبة لي أصعب من مباراة الزمالك كمان، لكن ده مش وقت زمالك، خلينا دلوقتي في طرفين السوبر الأهلي وبيراميدز. فبالنسبة للمباراة موعدها بإذن الله الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر إن شاء الله. طب إيه القنوات النقلة للماتش؟ عندك ثلاث قنوات هينقلوا المباراة بإذن الله، القناة الأولى والتانية لأون تايم سبورت على الأولى وعلى التانية بمعلقين كتير. بكرة في ثلاث معلقين للمباراة، أولهم طبعا الجنرال مدحت شلبي، هلا هلا هلا، تعليق مميز جدا من مدحت شلبي، متعودين عليه في مباريات القمة أهلي وزمالك، أهلي وبيراميدز، بيراميدز وزمالك، بيكون موجود مدحت شلبي على طول بيمتعنا بتعليقه المميز جدا. موجود كمان محمد البوشي وأمير محروس، دول الثلاث معلقين اللي موجودين على قنوات أون، لكن بالنسبة لقنوات أبو ظبي اللي هتذيع المباراة برضو واللي ناس كتير قوي هيتفرجوا برضو على قنوات أبو ظبي، هيذيع عامر عبد الله وعصام عبده، اثنين معلقين مميزين جدا. عامر عبد الله الاماراتي اللي رفع تويتر مبسوط جدا بتعليقه على مباراه بحجم النادي الاهلي وبيراميدز السوبر المصري، وعصام عبده اللي متعودين عليه الاهلاوي الجميل اللي هيذيع المباراه برضو، دي قنوات ابو ظبي. فقول لي كده في الكومنتات هتتفرج على انهي قناه، هل هتتفرج على ابو ظبي ولا هتتفرج على اون تايم سبورت وكابتن مدحت شلبي وافهاته الجميله اللي بتضحكنا في وسط الماتش. ده بالنسبه لموعد المباراه والقنوات النقله والمعلقين. خلينا نخش بقى كده في المعمعة ونخش على مقارنة بين الناديين، مين النادي الأفضل فيهم سابقا يعني في التاريخ، مين اللي كسب أكتر، مين اللي ليه الأفضلية على الفريق التاني. ناس كتير كانت بتقول بيراميدز عقدة للنادي الأهلي، عقدة إيه يا عم، تعالى كده بص على تعالى كده بص معانا على المقارنة، بعد كده شوف عقدة ولا لا، بعديها هقولك أخبار مهمة جدا اللي حصلت في الوقت اللي فات ده. أول حاجة المقارنة بين الأهلي، الأهلي لما لعب قدام الأسيوطي الأول قبل ما يبقى اسمه بيراميدز، عارف ان ده ما يهمش ناس كتير، هيقول لك يا عم لا، هتقولي لما بقى اسمه بيراميدز لما بقى يحط عليك، وانا هقول لك وهو اسمه الاسيوطي وهو اسمه بيراميدز. ليه؟ لان تغيير اسمه ده ما يخليش التاريخ يتمحي ابدا، لان الزمالك مثلا كان اسمه المختلط الاول، لما كسب الاهلي 6-0 اللي بيتكلم عليها كان اسمه المختلط، هل بعد ما غير اسمه لبيراميدز نمسح التاريخ؟ اكيد التاريخ ما بيتمسح. فالاهلي لما كان بيلعب معاه وهو اسمه الاسيوطي لعب قدامه 5 ماتشات، كسب الاهلي منهم 3 ماتشات وكسب الاسيوطي مباراة واحدة، والتعادل كان موجود في ماتش واحد بس.
بعد تغيير اسمه بقى لنادي بيراميدز لعب الاهلي قدامه 12 مباراه قبل مباراه السوبر دي، كسب الاهلي 5 مرات، كسب بيراميدز 4 مرات، والتعادل كان حاضر في 3 ماتشات. يعني الافضليه وهو اسيوطي للنادي الاهلي، الافضليه وهو بيراميدز برضو للنادي الاهلي. النادي الاهلي عنده افضليه على بيراميدز، افضليه كاسحه. طب تعال نبص كده في اخر 5 ماتشات الاهلي عمل ايه مع بيراميدز. الاول الاهداف، الاهلي سجل في بيراميدز 22 هدف لصالح النادي الاهلي، وطلق قد شبكنا 12 هدف بس. فالافضليه لينا في فوز الماتشات، الافضليه لينا في عدد الاهداف، الافضليه لينا في كل حاجه. طيب اخر 5 ماتشات بيننا وبينهم ايه اللي حصل؟ اخر مباراه كانت في الدوري ورزعناهم 3 من ثلاثيات مارسيل كولر اللي متعودين عليها مؤخرا، 3 للنادي الاهلي، 3-0 في الدوري اكتساح. قبليها كان في نهائي الكاس لعب قدامنا نهائي وقدرنا نكسبهم بال2-1 ونتوج بطل لكاس مصر رسميا النادي الاهلي على حساب بيراميدز وعلى حساب باتشيكو كمان اللي كان المدرب بتاعهم في مباراه النهائي اللي كسبنا فيها 2-1 بهدفين. الهدف الثاني كان لحمدي فتحي في الاكسترا تايم بعد ما انتهت المباراه بالتعادل الايجابي 1-1. بعد كده في الدوري قبليها كسبونا هم 2-0، قبليها في الدوري كسبنا احنا 3-0 تاني، يعني كسبناهم بالثلاثه مرتين يا جماعه. قبليها في الكاس كان 2-1 للنادي الاهلي، يعني في اخر 5 ماتشات الاهلي كسب 4 وهم كسبوا مباراة واحدة منهم ماتشين للنادي الاهلي، 3-0 نتيجة تقيلة قوي على بيراميدز. ده بالنسبة لاخر ماتشات بين الاهلي وبيراميدز، تفوق للنادي الاهلي. بالنسبة للمقارنة العامة بين النادي الاهلي وبيراميدز برضو التفوق للنادي الاهلي، بين الاهلي والاسيوطي التفوق للنادي الاهلي، في الفوز التفوق لينا، في الاهداف التفوق لينا، كل حاجة التفوق للنادي الاهلي. فما يجريش واحد يقول لي بيراميدز عامل للاهلي عقدة والكلام الفاضي اللي ما احبش اسمعه ده. قول لي توقعاتك في الكومنتات ايه، اوعى تنسى لنتيجة المباراة كام كان. خلينا ندخل في الاخبار المهمة قوي. اول حاجة تعادل المباراة بين النادي الاهلي وبيراميدز لا قدر الله هيبقى فيه اكسترا تايم، مش ضربات جزاء على طول، هتدخل في اكسترا تايم ربع وربع كده. ان شاء الله النادي الاهلي ما يحتاجش الاكسترا تايم وان شاء الله نفوز في 90 دقيقة باذن الله. ماشي، دي اول حاجة. الاهلي هيلبس ايه بكرة؟ الاهلي هيلبس احمر ابيض وشراب احمر، الزي التقليدي للنادي الاهلي، وبيراميدز هيلبس الكحلي الكامل، الزي التقليدي لبيراميدز. كل واحد هيلبس الزي الاساسي بتاعه، مفيش اي تداخل، مفيش اي مشكله لحد دلوقتي. بالنسبه للجماهير، بعد اعتذار جماهير نادي الزمالك وبعد انسحاب الزمالك والجماهير رجعت التذاكر، بقى في عدد تذاكر كبير جدا. هل هيتباع للنادي الاهلي؟ اتعرض للبيع خلاص، وما تحددش ولا اهلي ولا بيراميدز. اللي عايز يشتري تذاكر بيشتري زي ما هو عايز. طيب سعه الملعب اصلا قد ايه؟ ملعب محمد بن زايد بيشيل 32,000 مشجع. كام واحد حجز لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي 29,000 تذكره باعوا، يعني فاضل 3,000 بس هيطيروا على طول قبل بكره. 32,000 مشجع هيكونوا في المدرج، المدرج هيكون متقفل كله باللون الاحمر، كله للنادي الاهلي، مدرج كامل اهلاوي. ان شاء الله اكتساح جماهيري يفرق جدا مع النادي الاهلي في مباراه النهائي بكره في نهائي السوبر. بيراميدز اكيد ملوش جماهير، غير ممكن بعض جماهير الزمالك تقول لك طب ما اروح اشجع بيراميدز زي ما كابتن مدحت شلبي قال لك ايه اللي فيها، طب ما جماهير الزمالك ما ترجعش التذاكر وتروح تشجع بيراميدز. والله يعملوها، يا ما شجعوا ورانا كل الفرق اللي بنلعبها، هلال سوداني وداد صن داونز بيلفوا ورانا القاره كده، فعادي جدا ان هم يشجعوا بيراميدز، مع ان بيراميدز لسه رازعهم واحده كده ومغفلهم ولاعب مباراه السوبر مكانهم بعد ما سرب لهم خبر ان هو مش هيلعب وانه هينسحب هو كمان من السوبر. راحوا رافعين على كل الجروبات وكل الصفحات بتاعتهم ان بيراميدز هو ده الفريق اللي مش عارف ايه، هو ده الفريق الراجل، هو ده الفريق اللي عايز المبادئ، هو ده الفريق اللي مش هيرضى على الظلم، النادي الاهلي هيلعب المزاريطه وكلام هري كتير قوي كده، وفرحوا قوي بالموقف اللي بيراميدز هيعمله انه هينسحب هو كمان من المباراه. راح بيراميدز قايل لهم بص العصفوره هيلعب المباراه رسميا. فبيراميدز لسه كده عامل معاهم لقطه مش لطيفه. فهل نادي الزمالك يشجع بيراميدز؟ اعتقد ولو بيراميدز كسب هيحفل على النادي الاهلي، وانا بقول لك هم يتمنوا خساره النادي الاهلي، مش مهم اي حاجه تاني. هات اكتر فريق دايس على الزمالك، اكتر فريق احنا بس يعني عموما اكتر فريق دايس على الزمالك وخليه يكسب الاهلي، هتلاقي النادي الزمالك بيشجع الفريق اللي قدامك ده. المهم خلينا نبص على باتشيكو عمل ايه قدام النادي الاهلي. قال في المؤتمر الصحفي النهارده انا لعبت النادي الاهلي نهائي وخسرت الاثنين. لعب نهائي القرن قدامنا وكان بيدرب الزمالك وخسر
بالاتنين واحد بصاروخية محمد مجدي أفشة، ولعب قدامنا كمان نهائي كاس مصر وخسر برضو بالاتنين واحد بجول حمدي فتحي في الإكسترا تايم، فلعب نهائيين خسر الاتنين بالاتنين واحد. هل يخسر بكرة كمان بالاتنين واحد وتبقى عقدة أزلية بالنسبة لباتشيكو أمام النادي الأهلي؟ الخسارة من الأهلي في النهائيات بنفس النتيجة، الله أعلم. قولولي في الكومنتات توقعاتكم لنتيجة الماتش، أنا أحب أشوف توقعات الناس وأشوف أكتر كومنت هيتكرر بالنتيجة هو اللي هيكون الصح ولا لأ. هقرأ الكومنتات كلها دلوقتي وهقرأ كل التوقعات وكل الأسئلة اللي انتوا عايزينها، والله هجاوب عليها. أنا قاعد معاكم مش هقفل اللايف غير لما أجاوب على كل الناس، بس كله يعمل شير كده، خلوا الناس تيجي معانا، احنا 300 واحد دلوقتي، يلا عايزين نعدي أكتر من كده. لايكات كتير على قد ما تقدر عشان اللايف يوصل لكل الناس، واكتب أسئلتك واكتب توقعاتك. خلينا ندخل بقى على غيابات الفريقين وتشكيل الفريقين، النادي الاهلي يلعب ازاي وبيراميدز هيلعب ازاي قدامنا، التشكيل هنا هيبقى دفاعي ولا هجومي وهنا هيبقى دفاعي ولا هجومي. بالنسبه للنادي الاهلي تقريبا ما فيش غيابات مؤثره، اكرم توفيق طبعا، كريم فؤاد، الغيابات الطويله دي اكيد غايبه زي ما هي، اكيد طبعا عندنا ناس مستبعده من الماتشات بقالها كتير، شادي حسين بعيد جدا، برونو سافيو بعيد جدا، ايمن اشرف بعيد جدا، في اصابه لياسر ابراهيم المباراه اللي فاتت اعتقد انه مش هيلحق المباراه ابدا، رامي ربيعه لسه مش جاهز برضو مش هيلحق المباراة. دي الغيابات اللي بالنسبة للنادي الأهلي. أما بالنسبة للبيراميدز فعنده غياب لأسامة جلال مش موجود في القائمة ومش هيلحق الماتش، عنده غياب لعبد الله السعيد وده الغياب الأبرز، عبد الله السعيد اللي قاله رباط صليبي بعد كده قاله 3 شهور، المهم إن هو مش موجود في المباراة أمام النادي الأهلي. غير كده سكواد بيراميدز الجبار كله جاهز، سكواد بيراميدز قوي جدا، بالنسبة لي بيراميدز أصعب من الزمالك بكتير، يعني لو مباراة 90 دقيقة في الملعب كان أحسن للزمالك لأن الزمالك اسهل بكتير جدا، لكن الزمالك مثلا كان هيبقى فيهم في المدرجات جماهير ليه، بيراميدز مفيش جماهير ليه، الاهلي هيبقى مقفل الملعب كله، دي ميزه بالنسبه للنادي الاهلي. لكن مين اصعب؟ بيراميدز اكيد اصعب، بيراميدز اللي لسه خسران منك نهائي كاس، بيراميدز اللي الدوري بعيد جدا عنه، خسر الدوري كمان، بيراميدز اللي لسه خسران الكونفدراليه وخرج من البطوله، اللي معاه صفر بطولات، الفريق اللي هيتجنن وياخد بطوله، ده فيوتشر ابني امبارح خد بطوله على طول، خد بطوله الرابطه، فبيراميدز هيتجنن حرفيا وياخد بطولة كده، فبطولة جات له على الطبطاب، بطولة جات له على الجاهز، هينزل يقتل نفسه حرفيا في الملعب قدامك، هينزل المباراة بالنسبة له يكسب يكسب، انا لازم اخرج النهاردة وانا واخد بطولة من النادي الاهلي. لكن بالنسبة لنا ان شاء الله بطولة بيراميدز الاولى ما تكونش على حسابنا ابدا، النادي الاهلي ان شاء الله السوبر يكون من نصيبه. خليني اقول لك تشكيل الاهلي من وجهة نظري والتشكيل المتوقع. الاهلي يلعب 4-3-3 زي ما بيلعب الفترة اللي فاتت، في حراسة المرمى اكيد محمد الشناوي السد العالي للنادي الاهلي، رباعي خط الظهر على اليمين اكيد محمد هاني، على الشمال اكيد علي معلول، ثنائيه دفاعيه متولي ومنعم الاثنين دول اكيد، ده من وجهه نظري وده اللي هيحصل من الاخر، لو حاجه فيها اختلاف هقول لك. في نص الملعب ثلاثه، مروان عطيه، حمدي فتحي، اليو ديانج، دول الثلاثه الافضل من وجهه نظري انهم يبداوا من اول المباراه وهم الاقرب. ليه؟ عمرو السوليه مش احسن حاجه الفتره اللي فاتت وبدنيا واضح ان هو قليل جدا، محمد مجدي قفشة بعيد الفتره الاخيره، عندك مين تاني في نص الملعب؟ عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، عندك القندوسي برضو الفترة الأخيرة ما بيشاركش بشكل أساسي، فأعتقد أن مروان حمدي وحمدي فتحي وأليو ديانج هم الثلاثة الأفضل في نص الملعب، ثلاثة بيقدروا يعملوا واجبات دفاعية وواجبات هجومية في نص الوقت، في نفس الوقت مروان عطية في نص الملعب نحلة، نحلة بيجري في كل مكان، بيباصي صح جدا، عنده كي باص ممتازة، بيقدر يعمل أسيستات، حمدي فتحي لعيب جوكر، لعيب دفاعيا موجود، هجوميا موجود، بيسجل أهداف، بيصنع أهداف، بيدخل ال 18 مهاجم تاني، بيعمل كل حاجة حمدي فتحي، الله أكبر عليه. وجنبيهم الدبابة المالية اليو ديانج اللي لو في حالته يفرق جدا مع النادي الاهلي. نص ملعب النادي الاهلي هو الخط الاقوى بالنسبة لنا والخط الاقوى عموما في المباراة، اللي لو فايق يضمن المباراة بالنسبة للنادي الاهلي. بالنسبة لي ان لو نص ملعبي فايق المباراة اهلوية 100%. طيب مين الثلاثي الامامي بقى؟ على اليمين وانا مغمض كده بيرسي تاو اللي متألق جدا في الفترة اللي فاتت، ومهاجم اكيد محمود كهربا النيني اللي تسبب في المشكلة الكبيرة مكركب الدنيا في 100 عقبه على الاخر، اكيد كهربا هيبدا من بدايه المباراه واتمنى تسجيله بكره وان هو اللي يجيب لنا مباراه السوبر. على الشمال مين بقى؟ في حسين الشحات متالق جدا الفتره الاخيره، في محمد شريف رجع بقوه الفتره الاخيره وعمال بيسجل وبيفرق جدا في النهائيات لما بيكون فايق وبيكون في حالته، ومحمد شريف واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده، وجوده مع محمود كهربا هيدي عمق هجومي للنادي الاهلي كبير وزياده عدديه في ال 18، فوارد جدا يكون محمد
شريف ومحمود كهربا هما الاثنين من اول المباراه. السؤال ده ليه كنتوا بقى؟ محمود كهربا بيرسي تاو دول بالنسبه لي اساسيين. مين يلعب الناحيه الثانيه؟ هل حسين الشحات ولا محمد شريف؟ قول لي رايك انت في الكومنتات، شايف مين في الاثنين دول يبدا اساسي من اول المباراه؟ ده الاختلاف الوحيد اللي مش متاكد بنسبه 100% مين اللي هيلعب بكره، هل محمد شريف ولا حسين الشحات؟ عايز اشوف رايكم في الكومنتات ايه. بالنسبه بقى لتشكيل بيراميدز في حراسه المرمى، احمد الشناوي ويا رب اجعل مستواه زي ماتشاته قدام النادي الاهلي في الماتشات الاخيره، بيبقى مش شايف قدامه حرفيا. رباعي في خط الظهر على اليمين الشيبي اللاعب المحترف، على الشمال محمد حمدي، وثنائيه دفاعيه علي جبر. مين جنبيه؟ هل احمد سامي جاهز وموجود ولا احمد فتحي اللي بيشارك بقاله 3 ماتشات بشكل اساسي كسيرد باك جنب علي جبر بيلعب مساك؟ احمد فتحي في مركز كان بيلعبه قبل كده في النادي الاهلي لكن مش مركزه الاساسي. هل احمد فتحي يبدا امام النادي الاهلي ولا هنلاقي احمد سامي جنب علي جبر؟ اتوقع احمد فتحي انه يكمل بقاله 3 ماتشات بقول لك هو الاساسي. في نص الملعب هيبقى في 2 الكارتي وتوريه، 2 عاليين جدا، وصراع نص الملعب بين الاهلي وبيراميدز هتبقى ام المعارك بكره. مين هيكسب في نص الملعب؟ مين هيكسب الصراع القوي جدا اللي في نص الملعب ده؟ اللي هيكسبه هيقدر يبقى ليه الافضليه في المباراه. قدامهم 3 على اليمين مصطفى فتحي خطير جدا وشماله بيشوط من بره، على اليمين على الشمال اللاعب الاكثر غلا امام النادي الاهلي رمضان صبحي اللي هيقتل نفسه حرفيا بكره، اللي في اخر مباراه جاب اصابه لمحمد هاني قطع له التيشيرت واصاب رامي ربيعه وخرج من المباراه. ربنا يهديه كده بكره، ومش عايزين غل في المباراه عشان المباراه تمشي بشكل كويس باذن الله من غير مشاكل وتكون صوره مشرفه للسوبر المصري امام العالم كله. في النص ابراهيم عادل وبيدخل مهاجم تاني، وفي الهجوم فخري لاكاي. ده التشكيل الاقرب لبيراميدز اللي هيبدا قدامنا بكره، تشكيل هجومي جدا من بيراميدز وتشكيل ثابت من النادي الاهلي، تشكيلتين في منتهى القوه. شايف اللي هيفوز بنص الملعب هيقدر يفوز بالمباراه. بالنسبه للنادي الاهلي رجال السوبر بكره هيبقى اولا محمد الشناوي لازم يكون فايق يهمني جدا، عبد المنعم سوبر ستار النادي الاهلي في خط الدفاع لو فايق يفرق معانا جدا، طبعا علي معلول ومحمد هاني اللي بيأدوا اداء جيد جدا الفتره الاخيره طايرين بالنادي الاهلي من الجناحين. نص ملعبك كله لازم يكون فايق ولازم يكون في يومه، وفي خط الهجوم عايزين التفنيش من نص فرصه يا رجاله. باذن الله النادي الاهلي يكون الفوز ليه بكره، والسوبر يكون اهلاوي ويكون احمر، واقدر اجمع الثلاثيه باذن الله دوري وكاس وسوبر، وتبقى ثلاثيه اهلاويه قويه جدا، وداخلين بقى على بطوله دوري ابطال افريقيا لو ناخدها كمان مع سوبر افريقي، ونعمل موسم تاريخي موسم قياسي كده يا مسهل يا رب. ده كده بالنسبة لي كل الكلام عن مباراة السوبر، قلنا الأخبار، قلنا التشكيل الأفضل هنا وهنا، اتكلمنا عن النتائج السابقة بالنسبة للأهلي مع الأسيوطي، بالنسبة للأهلي مع بيراميدز، آخر 5 ماتشات إيه اللي حصل فيهم، اتكلمنا عن القنوات النقلة، عن المعلقين، عن ميعاد المباراة، كل الكلام ده لو أنت جاي متأخر، كل الحاجات دي جاوبنا عليها في أول اللايف، ارجع كده وشوف اللي أنت عايزه، ومستني دلوقتي توقعاتكم في الكومنتات وكومنتاتكم وأسئلتكم، أي حد عنده أي سؤال يسأل قولي هجاوب عليه دلوقتي على طول. خلينا نقعد شويه كده مع بعض نرد على الاسئله كلها. ها نبص كده، يلا اول سؤال معانا والتوقعات بتاعه الناس لنتيجة المباراة، قولوها لنا في الكومنتات. الخايف المنسحب محمد فرج بيقول مالناش دعوة بقى خلاص اللي انسحب انسحب يا عم، خلينا دلوقتي في النادي الاهلي. وليد منور يا وليد حبيبي. يلا فين توقعات الناس؟ ابو خمسة ماشي يا عم ابو خمسة. انا في نص النهائي دلوقتي يا باشا دوري ابطال افريقيا. انا ابو خمسة 2-0 للاهلي. عبد الرحمن شادي حبيبي يا مسهل يا عبد الرحمن، ان شاء الله 3-0 للنادي الاهلي. محمد عزت بيقول المنسحب زياد جودة مالناش دعوة بقى بالمنسحبين، ان شاء الله الاهلي يفوز يا رب. الماتش الساعة كام؟ جاوبنا على الماتش الساعة كام دي في اول اللايف، انت جاي متأخر كارما، انت جايه متاخره يا كارما، بس الماتش الساعه 7:30 بكره باذن الله. زياد 3-1 للاهلي يا مسهل يا زياد. قول اسمي روماني مسعد، روماني مسعد منور يا باشا. الاهلي 3 يا مسهل يا رب، ان شاء الله الفوز للاهلي. ابو لينا يا مسهل 2-0 للنادي الاهلي. عبد الله الاسد يا مسهل، كل الناس بتتوقع فوز النادي الاهلي. 4-1 حسام عز. الماتش الساعه كام بتوقيت القاهره؟ الماتش الساعه 7:30 يا رجاله. زياد عمرو بيقول 3-1 للاهلي يا مسهل. توفيق 2-0 للاهلي. معلش الكومنتات اللي بتعدي مني ما بلحقهاش اكتب الكومنت تاني. الشناوي هيصد ركله جزاء، ان شاء الله ما يبقاش فيه ركلات جزاء علينا.
باذن الله. ولا قصدك هنوصل لركلات ترجيح؟ ربنا يستر. انت ليه عايز تموتنا يا عم كده وتقلقنا بكره؟ 2-1 ابراهيم شلبي. ان شاء الله الاهلي يكسب 3-0 يا رب. هنعمل عظمه يا مسهل. 4-0 للاهلي يا رب. 2-0 للاهلي. كل الناس توقعات فوز النادي الاهلي، مفيش حد بيتوقع فوز بيراميدز تماما، لان طبعا بيراميدز ملوش جماهير. من الاخر جماهيره بس هي جماهير الزمالك اللي داخله تتكلم دي، ممكن يشجعوا بيراميدز بكره وده متوقع يعني. بس في المدرج ما اظنش ان جماهير الزمالك تكون موجوده، لان شكلهم هيبقى وحش قوي لو موجودين في المدرج بكره. 3-0 للاهلي، 2-0 للاهلي. توقعات 2-1. الموعد الساعة 8:30. لا يا سلامة، الماتش الساعة 7:30 بكرة بإذن الله. 3-0 للأهلي بإذن الله. يوسف التركي، نور يا حبيبنا، متابعك من ميلانو. عاش حبيبي، منورني حاتم حبيبي. صور ردة الفعل، إن شاء الله صور ردة فعل المباراة بإذن الله، إن مباراة قوية جدا وربنا يسترها. هنصور ردة فعل بس بعد الماتش كده كده، الماتش 7:30، بعديه على طول هنطلع اللايف بتاعنا نتكلم عن المباراة، وإن شاء الله نحتفل مع بعض بفوز النادي الأهلي بالسوبر. إن شاء الله نكون كسبانين، وردة الفعل هتنزل لك في نفس اليوم بالليل بإذن الله. إن شاء الله الأهلي عودنا على الثلاثيات، وبكرة هتكون 3-0 للأهلي. رضا يا مسهل يا رب، إن شاء الله 3-0 للأهلي. أحمد أبو يوسف يقول إن شاء الله 4-0. 3-0 سيد ناجي. 2-1 احمد شعبان. 4-0 عيد. كل الدعم البيراميدز زنطور. ماشي كهربا عايش. طب مين هيسجلوا الاجوال يا جماعه؟ شايفين مين هيكون نجم السوبر بكره؟ يعني اهلي وبيراميدز مين هيكون النجم باذن الله؟ حمودي بيقول لي 6-1 للاهلي. يا جدع يا رب يا رب. اول مره اشوف جماهير الفريق منسحب رايح يشجع فريق بيراميدز. نشوف بكره هل هيكونوا في المدرج ولا ايه؟ ساعتقد لا، مش هتلاقي جماهير من الزمالك بكره. الزمالك ما بيشجعش حد. هنشوف بكره، مع ان توقعاتي اهو اللي تحتيك على طول بيقول كلنا بيراميدز اهو يا عم. 2-0 للاهلي. رمضان صبحي الغلاوي. 3-1 للاهلي. 4-0 للاهلي. هنعمل عظمه في المدرج يا مسهل. 1 للاهلي. رمضان صبحي الغلاوي. رمضان صبحي نجم المباراه، لا اتوقع ده. كهربا نجم الماتش يا مسهل يا مسهل. كهربا بحبك حبيبي يا رأفت. كهربا وحمدي فتحي، كهربا والشحات وتاو ومعلول. يا رب الأربعة يتألقوا بكرة. بكرة إن شاء الله نجم السوبر كهربا وحسين الشحات. محمد شريف 2 وكهربا 1. يا مسهل يا رب، ده زي مباراة الديربي دي بالظبط لما كسبنا الزمالك 3، كان كهربا 1 وشريف 2، وكهربا عقده صح في الماتش ده. حسين الشحات، كهربا 2، نجم السوبر كهربا. يا مسهل. مروان عطية نجم النادي الاهلي في نص الملعب طبعا. معلول وكهربا والشحات. يا مسهل يا رب. تمام كده خدنا كومنتات وتوقعات الناس كلها. اللي ما خدناش التوقع بتاعه يكتب توقعه دلوقتي. بعد الماتش باذن الله هنرجع ونشوف مين صاحب التوقع الصحيح، وهيبقى سكرين شوت وهينزل معانا بعد المباراه. مباراه قويه جدا بكره للنادي الاهلي. لايكات كتير، شير على قد ما تقدر، خلي اللايف يوصل لكل الناس، واكتب لي اي سؤال عندك في الكومنتات هجاوبك عليه بكره باذن الله. ما تنساش بقى اشتراك على قناتي على اليوتيوب، فولو صفحتي على الفيس عشان يجي لك كل جديد. سلام.